أقامت مؤسسة خطوات للتنمية المدنية بمحافظة شبوة يوم أمس دوري المساحات الصديقة للأطفال بدعم من منظمة اليونيسف. وقال أحمد محمد براس مساعد حماية الطفل بمؤسسة خطوات إن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأطفال ومعالجة الآثار النفسية التي تعرضوا لها جراء الصراعات والنزاعات التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام السابقة، وذلك من خلال إيجاد مساحة آمنة وممتعة تتضمن العديد من الأنشطة، منها أماكن للترفيه والمسابقات الثقافية وكرة القدم والماراثون الشعبي والشطرنج. طبعا احنا عندنا 8 مساحات في 10 مساحات في 8 مديريات، نطلب منهم الاجتهاد في عملهم وبذل كل ما هو يعني جميل لهذا الفئة. طبعا الأهداف من هذا الأنشطة هي يعني غرز الثقافة والحماس في الأطفال، وحسب ما هو ما كان في المجتمعات اللي حصلت فيها نزاعات، هو تغيير مزاج الأطفال من مزاج كئيب إلى مزاج يسوده الفرح والمرح.